مرحبا. المكان الثاني اللي زرناه اليوم هو جامعة موسكو، وجامعة موسكو فتصرح حضاري يفتخرون بأهل موسكو، يفتخر بها روسيا كلها. يعني ذكرنا الجايد أرقام عن عدد الطلاب والمعلمين والمدرسين والعمال وتواريخ وشغلات هذه، احنا ما معنيين بهاي التفاصيل، لكن الجامعة احنا نشوفها بس من الخارج، ما راح نقدر نطول الجو. يعني المكان بحد ذاته والبناء نفسه بحد ذاته ايضا الشكل مسرح شفت ما الجامعة. هذه الجامعة هسه خلفي، وقت هنا غابات كلش حلوة، غابات كلش حلوة مجانبية، والمنطقة أيضا تتميز بشوارع كلش عريضة، شوارع عريضة وغابات كثيفة وحدائق. يعني هم بالإضافة إلى الطبيعة الحلوة اللي موجودة عندهم ما يكتفون بس بالطبيعة، إنما هم أيضا يزرعون، بيديهم موجودة على طول، يديهم بحدائقهم على طول. فوين وين ما نروح، وين ما نروح نشوف أكو أزهار، ونشوف أكو أشجار، ونشوف أكو رعاية واهتمام، ودائما اكو عامل خاص بالتنظيف، ودائما اكو سياره تقوم بسقل المزروعات. يعني ناس يعني فوق الطبيعه اللي الله سبحانه وتعالى منطيهم اياها، هم ايضا دا يضيفون جمال الى جمال الطبيعه مالتهم. شكرا. احنا الان داخل جامعه موسكو. جامعه موسكو تذكر بالسبعينات حاليا احنا صعدنا بالمصعد مال جامعة موسكو، وخلنا نتفاجئ ونشوف المنظر. ممكن هذا هو المنظر من اعلى برج جامعة موسكو. ليش عوجه؟ يكني هيك كمان عادي. لا مش هيك، بعد شوي نجي. امشي وراك كله يطلع. ما يطلع.